نظمت المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية مؤتمرا وزاريا عبر تقنية الفيديو لدعم حل الحكم الذاتي كمقترح جدي وواقعي لقضية الصحراء المغربية. وعرف هذا المؤتمر مشاركة عدد من الدول الأفريقية والعربية والتي أكدت على جدية ومصداقية وواقعية المقترح المغربي. وخلال هذا المؤتمر أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للأمم المتحدة هو الإطار الواقعي الوحيد للحل، حيث يحظى بدعم دولي كبير ترجم عبر افتتاح عدد من القنصليات في الأقاليم الجنوبية وعلى رأسها القنصلية الأمريكية في مدينة الداخلة، والتي ترجمت المرسوم الرئاسي الأمريكي الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه. من جهته أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي السيد ديفيد شنكر دعم الولايات المتحدة لمقترح الحكم الذاتي كإطار وحيد للحل. وأضاف شنكر إلى أن هذا المؤتمر يعد بمثابة إشارة واضحة لحكمة المقترح المغربي عبر التأييد الدولي الذي يحظى به. وشهد المؤتمر مشاركة عدد كبير من وزراء الخارجية العرب والأفارقة، والذين أكدوا في كلماتهم على مساندة المغرب في قضية الوحدة الترابية وسيادته على الصحراء المغربية، مجددين دعمهم الكامل والثابت لمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وجدي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أكد خلال افتتاحه للمؤتمر أن قضية الصحراء المغربية تعرف تطورات متسارعة في الآونة الأخيرة، حيث يحظى مقترح الحكم الذاتي بدعم دولي كمقترح واقعي وجدي وعملي. We are meeting today at a time when the issue of the Moroccan Sahara is experiencing an acceleration. نلتقي اليوم في وقت تعرف فيه قضية الصحراء المغربية تطورات ومتغيرات متسارعة وفقا للمقترح الجدي والواقعي، وهو مقترح الحكم الذاتي. أولا، هذا المقترح يتطابق مع رؤية مجلس الأمن الدولي، فالمقترح المغربي حل جدي يتمتع بالمصداقية وواقعي وعملي متفاهم عليه كحل سياسي. ثانيا، المقترح المغربي للحكم الذاتي وضحته الولايات المتحدة القائدة والفاعلة في القرار الدولي والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، وهو ما تأكد عبر المرسوم الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقاضي باعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، والذي رافقه أيضا تشييد قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة.